بطل كبير من مطالب ابناء الجهه منذ سنوات. التعاملات هذه اللي قمنا بها اليوم يتم احترامها كامله. اهداف مركز تكوين الطاقه والموارد الانشائيه للولايه. جبش الكلب مش البشر. لا خصهم انا يا طارق شنو هما؟ ماني شي موسع بالي. ما يعجبش الكلب مش البشر. ما احترمش طويل حتى جرام. جايبين لي 60 واحد في الستاب. اعطيهم انا يا طارق شنو هما؟ جايب ست قال لك عندي 60 بشر في الستاب وعندي 1014 واحد عاقد كرامه. جايبين لي عاقد الكرامه. انت وين الكرامه؟ وين الكرامه اللي يحكي عليه؟ تستهبل في الحمام. تصعيد ودائما سلمي. حاب نفهم الناس كل رانا الرحلة في السلمية. راهو عاش الناس هذه كل يلزمها تعرف اللي في السلمية. زيارة خويا فاشلة 100% بجميع المقاييس. احنا خويا طلبنا بقرارات شجاعة. جتنا قرارات جبانة أكثر من قبل. معناها زيارة أكثر من فاشلة. خويا 60 واحد في الستاب. هذا جاي يضحك على الشعب وصب الزيت على النار، شعل النار وشعل البلاد ومشى. اما ان شاء الله احنا باش نفكوا حقنا بيدينا ديما خويا. والطلب فما طلب ما تدولوش برشا شباب. احنا خويا ولينا نطالبوا بتاميم الثروات، وفما برشا ناس خويا يفهموا وش معناها تاميم الثروات. فهمت؟ كي نامموا الثروات نتاعنا رانا نعيشوا في امن وسلام، والناس كلها تعيش في نيفو دفي نتاع محترم.